أهلا بكم. شاركت مصر والسودان وإثيوبيا في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بطلب من مصر لمناقشة أزمة سد النهضة دون الحق في التصويت. ناقشت الجلسة ملف سد النهضة الإثيوبي بعد الفشل في التوصل لاتفاق بعد 9 سنوات من المفاوضات. وعقد الاتحاد الإفريقي الجمعة الماضية قمة مصغرة لبحث الأزمة شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء في إثيوبيا والسودان. نتابع تقريرا ثم نعود لنبدأ الحوار. اليوم عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مرتقبة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، واستبقت مصر الجلسة بإجراء سلسلة من المشاورات مع عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن من بينهم فرنسا والولايات المتحدة التي استضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي انتهت بالفشل. وتأتي تلك الجلسة بعد أن عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة يوم الجمعة الماضي أسفرت عن تأجيل البدء بعمليات ملء خزان السد إلى حين إبرام اتفاق بين الدول الثلاث والتزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراء أحادي بشأن ملء السد. كما أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان له عقب القمة أن ملف السد بات في عهدته مؤكدا حدوث تقدم في المفاوضات. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان إن الدول الثلاث اتفقت على أن النيل وسد النهضة قضيتان إفريقيتان تستلزمان حلولا إفريقية. وجولة المحادثات التي جرت بوساطة الاتحاد الإفريقي هي أحدث محاولة لدفع المفاوضات التي تعثرت مرارا بسبب خلافات فنية وسياسية، وتعطي إشارة على الرغبة في حل القضية دون تدخل خارجي. وقال البيان الإثيوبي إن الاتحاد الإفريقي وليس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذي سيساعد الدول في المفاوضات ويقدم الدعم الفني. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي، أيضا ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور الرشيد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية في مركز العلاقات الدولية، ومن أديس أبابا انضم إلينا موسى شيخو الباحث السياسي الإثيوبي. سيد موسى اسمح لي أن أبدأ معك، حيث انتهت كلمة إثيوبيا منذ قليل في مجلس الأمن وكان هناك رفض قاطع وواضح لفكرة أصلا لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، واستغرقت إثيوبيا جزء كبير من الكلمة في هذا الرفض. لماذا ترفض إثيوبيا أو تنكر على مصر أن تلجأ لأحد آليات المجتمع الدولي؟ مرحبا بك ومرحبا بمشاهديك الكرام. إثيوبيا نهجها واضح منذ البداية، وهو أن اللجوء إلى الجهات الدولية يضر بمصر وإثيوبيا معا، وأن الجهات الدولية تتحرك في إطار مصالحها ولا يعنيها كثيرا ما يحدث في إفريقيا أو في داخل البلدان الإفريقية. ومنذ البداية إثيوبيا تنادي بأن الاتحاد الإفريقي هي الجهة التي تصلح لحل مثل هذه المشكلات، بسبب أن السد ودول المصب وكل الأطراف والفرقاء المتفاوضون موجودون في هذه البلدان. طيب، لكن من الذي أوصل مصر إلى اللجوء إلى مجلس الأمن؟ أليس 10 سنوات من المفاوضات الفاشلة ومبادرات حسن النية لمصر، التوسط، توسيط أمريكا ثم توسيط روسيا ثم توسيط جنوب أفريقيا ثم الاتحاد الإفريقي، متى يمكن أن تأخذ مصر الخطوة المقبلة؟ هل بعد أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد بالفعل؟ ملء السد أو بناء السد لم يتم سرا، ومصر تعرف بتفاصيل السد وبتفاصيل بنائه، وهناك اتفاقية المبادئ التي يرددها دائما يعني الجانبان ويفسرانها كما يفهمانها.
الآليات التي بني بها السد واضحة، ولكن الإخوة المصريين كلما تقترب المفاوضات من الانتهاء عمد الجانب المصري إلى التقدم باقتراحات جديدة، مما يفشل المفاوضات ويوقفها. فسد النهضة ومشروعه يعني تداوله العاصمتان القاهرة وأديس أبابا، بالإضافة إلى الخرطوم، وعكف عليه الخبراء ويعرفون ما في التفاصيل. والآن يقولون في المفاوضات الأخيرة توقفت، كان يقول وزير الري السوداني بأن 95% من الأمور الفنية قد تم التوافق عليها، وتبقى الأمور السياسية. هي المشكلة أن الخمسة في المائة أو العشرة في المائة اللي عليها خلاف هي اللي عليها خلاف منذ سنوات، ربما لم يتغير الأمر أو لم يتغير شيء في الأمر. دعنا ننتقل إلى الأستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي، أرحب بك سيد جمال مرة أخرى. كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أكدت على ضرورة أو طلبت أن تدخل منظمات دولية أخرى زي البنك الدولي والولايات المتحدة بالانضمام إلى المفاوضات الثلاثية، تحدثت عن انه اي اتفاقيه تخص السد يجب ان تكون ملزمه قانونا، وده ربما من النقاط القليله اللي ما فيش وصول لاتفاق فيها، ان مصر ترغب في اتفاقيه ملزمه وواضحه، اثيوبيا لا ترغب في ذلك. كيف ترى كلمه وزير الخارجيه المصري؟ مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين وعلى الضيوف الكرام. يعني الحقيقه انا فكره الاطراف الثلاثه او محاصصة في نظر القضية ممكن تدينا انطباع بأنه كل طرف هيتعصب للجانب اللي هو فيه بلده، ونبتعد يعني عن العقل أو العدل في الأمر. لكن إذا نظرنا لقضية سد النهضة، إحنا قدام يعني نظرة طبيعية لفعل عادي. من حق أثيوبيا أن تبني السد وأن تحصل على الكهرباء يعني، وأن تطور حال شعبها وتعمل كل اللي هي عايزاه، يعني هذا حق لا يمكن المناقشة فيه أو المساومة فيه، ولا مصر ترفض ذلك على الإطلاق. وده اللي بيفسر أنه الموقف المصري القديم لم يكن اعتراضا على مبدأ بناء السد. هنيجي للمشكلة الأخرى اللي هي في الكلمة النهاردة، أن مصر ليس لديها اعتراض من حيث المبدأ على أن تستثمر إثيوبيا في السد أو أن تقيم مشروعات مائية، لكن الخلاف فقط على طريقة البناء والاتفاقيات المنظمة. هو ده الحقيقة، ده الخلاف. وإذا كنا بنتكلم، احنا قدام نوعين، احنا في فترة مفصلية في العالم كله، قدام نوع معتمد على القواعد القديمة، الأخلاق القديمة والقوانين القديمة والتقاليد القديمة، وده وضع مكرس تماما. علشان نذهب إلى بناء يعني واقع جديد أو موقف جديد، هننسف الواقع القديم من غير ما نبني الواقع الجديد؟ طيب الواقع القديم بيتكلم عن حقوق تاريخية وعن هيمنة الاستعمار على كل أفريقيا وما إلى ذلك، وده جزء مستخدم في الخطاب الإعلامي والسياسي الإثيوبي. وإذا كنا بنتكلم عن عالم جديد، هنتكلم عن عالم عادل، عالم في تعاون، عالم في شراكة. إذا كان لدى إثيوبيا حق في بناء السد، وبرضه هم كمان الطرف الإثيوبي بيتكلم عن إن إحنا لن نضر بمصالح مصر والسودان، هذا الكلام جميل، وكيف يمكن تطبيقه؟ هناك أفكار مثالية من نوع التعاون أو الإدارة المشتركة لمشروع السد اللي يحقق كل المطامح المشروعة اللي عايزاها إثيوبيا، ولا يحقق الضرر على الأخين السودان ومصر بنفس الطريقة. لماذا التعنت الذي يحدث؟ لماذا الموقف الإثيوبي بيتفق وتصدر الصحف بالأخبار والمعلومات عن احترام الموقف الإفريقي وتأجيل ملء السد لحين الوصول إلى اتفاق ثلاثي، ثم يصدر بيان عن مجلس الوزراء الإثيوبي بعدها بساعات في اليوم التالي مباشرة ينسف كل هذا الاتفاق اللي هو بيؤكد على احترامه في مجلس الأمن؟ يبدو هنا ان احنا قدام نوع من انواع المراوغه السياسيه، وقدام نوع من عدم الاخلاص للموقف او للثوابت اللي احنا بنتكلم عنها بحسن نيه، اللي هي مصلحه المصريين والسودانيين والاثيوبيين بنفس الدرجه، يعني نريد التنميه لكل الاقطار ولا نريد الضرر. الجزء الثاني، لماذا نفصل بين المنظمات الدوليه او القاريه؟ يعني اذا كانت مجلس الامن
منظمة لحفظ السلام والأمن العالمي، وهو لن يشن حربا، يعني هو راجل رايح يمنع وقوع المشكلة أو تفاقمها. لماذا تنظر أثيوبيا بعين الريبة إلى تحرك في مجلس الأمن علشان نضع الأوراق قدام العالم في أنه المشكلة دي يمكن أن تتفاقم إلى وضع يعني سيء جدا؟ قدام جزئية تانية تتعلق بإدارة الأنظمة والحكومات ومصالح الشعوب. يعني أنا لا يعنيني النظام الإثيوبي، هو كان النظام المصري نظام لديه قواعد عسكرية مرتبط بتبعية، يعني منذ عقود تم تصنيع قواعد عسكرية في إثيوبيا، تم ارتباط بقوة من خارج القارة موجودة، وهذا الحال لا أزيد به على إثيوبيا لأنه موجود أيضا في مصر وموجود في معظم أقطار المنطقة. ونحن نعرف عن الاستراتيجية الأمريكية اللي هي متوجهة خلال السنوات القادمة لنهب كل ثروات القارة في صراع واضح جدا مع روسيا والصين. أين نحن إذا كنا نتكلم عن قارة إفريقيا ونحن أبناء إفريقيا؟ أين فكرة التعاون؟ طيب. أين فكرة المصلحة المشتركة؟ كل هذه الأمور يجب معانا لأننا تأخرنا عليه جدا، بعتذر لك يا دكتور، دكتور رشيد إبراهيم. يعني في إشادة من كل من تحدث اليوم في مجلس الأمن بالموقف السوداني. الحقيقة السودان رغم أنه طرف في طرف أصيل في الاستفادة بمياه النيل، لكنه يبدو الأكثر مرونة والأكثر رغبة في القيام بدور حمامة السلام للتقريب بين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية. كيف يمكن للسودان أن يقوم بهذا الدور إلى نهايته وأن يساهم في حلحلة هذه الأزمة؟ نعم، قطعا السودان موقفه يجعله هو أقل الخاسرين مقارنة بمصر، وهو أقل المنتفعين مقارنة بأثيوبيا إذا حسبنا حسابات الربح والخسارة. ولكن أيضا السودان يتعامل مع ملف سد النهضة باعتباره ليس ظاهرة جغرافية فحسب، ولكنها أيضا ظاهرة قانونية وظاهرة سياسية. لا يمكن التعامل مع نهر هو عابر للحدود ونهر دولي من طرف واحد، ولذلك تحفظات السودان هي مشروع، على أن السودان بيمثل مصالحه عندما يتحفظ على ملء السد أن يكون هنالك اتفاق، لأن هنالك مخاطر سوف تترتب على خزانات السودان الرصيرس وسنار وكذلك سد مروي عندما يكون هنالك ملء حادي. كما أن عملية الملء بحيرة السد تستوعب 74 مليار متر مكعب، وهذه تمثل نصيب السودان ومصر مجتمع، وبالتالي يعرض السودان ومصر أيضا لخطر. هذه أسباب موضوعية. كذلك تحفظات السودان تتحدث عن معامل أمان السد، بما أن الخطر ومصدر التهديد في السد يصيب الدول الثلاث، لا بد أن يكون هنالك آلية للاتفاق حول هذه. ولكن دعوني أنفذ إلى شيء آخر من خلال حديث ضيفيك. لماذا الاتفاق على 95% والخلاف حول 5%؟ هنالك شيء آخر، تغيير مجرى النهر. يعني ليس المقصود تغيير مجرى النهر، ولكن هنالك آثار سوف تترتب على بناء سد النهضة. هنالك تخوفات مصرية وهي مشروعة في أن تنتقل السيطرة على السياسات المائية إلى أثيوبيا، ويبدو أن هنالك صراع نفوذ وصراع إرادات. أيضا هذا يتطلب قدر من الشفافية وقدر من العلمية. أتوقع أن هنالك أيضا خللا استراتيجيا قد وقعت فيه الأطراف الثلاث عندما وقع إعلان المبادئ في 2015 في الفقرة العاشرة، نصت على آليات فض النزاعات والخلافات أثناء تنفيذ السد، وهي المفاوضات ورفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاث، ولم تنص على التحكيم ولم تنص على القضاء باعتباره وسائل لفض النزاعات بالطرق السلمية كما نصت وثائق وديباجة الأمم المتحدة. وبالتالي الآن فهمت الخطوة، خطوة مصر بتدخل مجلس الأمن، هي خروج على هذا إعلان المبادئ. كما أن أثيوبيا أيضا برفضها لتحويل الأمر في مفاوضات الخرطوم إلى رؤساء الدول الثلاث أيضا فيه خروج عن الوثيقة. الآن هل إنشاء السد يمثل تهديدا للأمن الدولي وبالتالي تبنى عملية التعامل معه تحت الفصل السادس أو الفصل السابع؟ هو المتوقع في هذه الفترة. كما أضم صوتي إلى الأستاذ الجمل في أنه
دعونا نتحدث بروح أكبر بعيداً عن الانتماءات الضيقة التي تنظر إلى المصلحة. الآن ما عاد العالم بعد كورونا يعني هو نفس العالم القديم، وبالتالي مصادر التهديد هذه تتطلب قدر من التعاون. لا يمكن تحقيق مكاسب لأثيوبيا دون السودان ومصر، ولا يمكن للسودان أو مصر تحقيق مكاسب دون أثيوبيا. هذه الروح يجب أن تسود بين المتفاوضين، كما أن الإحالة أيضا إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن ليس كتلة واحدة، هنالك تباين في مصالح هذه الدول، الدول الدائمة العضوية بالإضافة للدول الموقف وده انعكس كمان يعني أيضا في هي طرف كلمات اليوم، في كلمات كانت حادة، في كلمات كانت ترى أنها ليست طرفا في الموضوع فتقف على الحياد، وكلمات تنحاز لطرف دون آخر. ده يعبر عن هذا التباين الذي تحدثت عنه. لكن دعنا نذهب مرة أخرى إلى سيد موسى شيخو في إثيوبيا. سيد موسى، تحدث الأستاذ جمال الجمل عن البيان اللي خرج عن رئيس الوزراء السوداني وأكد فيه أنه تم الاتفاق على عدم الملء دون اتفاق. سريعا صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يتحدث عن أن الملء سيحدث خلال أسبوعين، وأنه خلال هذه الفترة فقط سيفتح الباب للتفاوض. هل يعني ذلك أنه حتى وإن لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق ستبدأ إثيوبيا بالملء على أي حال بعد أسبوعين؟ والله هذا سؤال يتردد هذه الأيام. وأولا أحيي ضيفي المتحدث من مصر، أن التحدث بعقلية والتحدث بإنصاف هو ينفع للوصول إلى الحل. ومما أثار الشكوك والريبة في إثيوبيا أن مصر تتفاوض، تتحدث بلغة المفاوض مع المتفاوضين، وإعلامها يشيطن إثيوبيا ويصفها بالتعنت. نفس الأمر يحدث في إثيوبيا أيضا. يعني نفس الأمر يحدث في إثيوبيا، ولكنها ردة فعل، ولكنها متأخرة جدا، جاءت بعد أن الضجيج يعني كثر بقوة. على العموم كلام الدكتور كلام صحيح، كلنا نتمنى أن تتفق الدول الثلاث وأن تنعم الشعوب بالخيرات، ولا أحد يريد الحرب. وأثيوبيا لم تبني سد من التمويل الخارجي، وإنما من الجيب المواطن الإثيوبي الفقير الذي يعيش في ظلام دامس. وبعد كل هذه الإنفاقات على الطائلة على هذا السد، لا يمكن أن نقول نبني الخرسانة المسلحة ثم نتكلم عن أننا نملأ أو لا نملأ. نحن ليس الحكومة وإنما الشعب الإثيوبي كله في بين مطرقتين، يعني نحن مضطرون إلى أن نملأ السد. فأثيوبيا أعطت الفرصة للجانب المصري بأن يكون هناك مساحة وأن يكون هناك فرصة للاتفاق، وأن لا يحدث المل أحادي الجانب، وهذا ما تحرص عليه أثيوبيا حكومة وشعبا. فأما فيما يخص البيانات، لا بعد بعد الاسبوعين، بعد الاسبوعين لو لم يتم التوصل الى اتفاق، هل ستملأ اثيوبيا السد ام لا؟ والله انا اقول في هذا لكل آلة الحديث، وراي الشارع الاثيوبي انه عفوا لا نسمعك بوضوح في هذه النقطه، بالاتفاق لا نسمعك بوضوح، لا بالاتفاق ام نعم تفضل. رأي الشارع الأثيوبي أن المل يبدأ باتفاق أم من دونه، ولا ندري ما هي خطوة الجهات السيادية أو الجهات المفاوضة. فلكل حادث حديث، ولا نقدر أن نقول أننا نجزم بذلك. طيب هل إعلان أو البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء سيد موسى يتحدث عن الأسبوعين، فترة الأسبوعين، ألا يوجد في ذلك خرق
اتفاق المبادئ نفسه في 2015 اللي بينص على ألا يبدأ المال إلا من يعني بوجود أو بعدم الإضرار بأي دولة من الدول الثلاث، مصر ترى أنها تضار بشكل بالغ إذا بدأ المال على هذا النحو، فبالتالي أنت تنتهك اتفاق حتى 2015. لا يوجد في اتفاق 2015 ما يحدد بذلك، عدم الإضرار، مبدأ عدم الإضرار. لا يوجد ضرر، لا يوجد ضرر في من وجهة نظر من؟ في نصوص الاتفاق. نعم هكذا، هذه وجهة النظر الأثيوبية أيضا، لأن أثيوبيا من الأصل قضية ملء سد النهضة يعني الحكومة شاورت عليها جميع الشعوب على كل الطبقات، وحتى المنظمات المجتمع المدني، الجهات الدينية كلها استفسرت الجهات المفاوضة وأخذت التعهد بأنه حتى لا يكون هناك ضرر للسودان ومصر. فهذا وجهة النظر الأثيوبية بأنه لا يوجد ضرر، وأن أثيوبيا مضطرة بقضية الموسم، فإذا لم يتم الملء في هذه السنة فإن الملء لا يمكن تحقيقه إلا في العام القادم، أو أنه لا يتحقق أبدا. وقضية التعنت أنا أعترض عليها، فهي اختلاف وجهات النظر تمام. وليس ده بالظبط اصل المشكله اللي انتقل بيه استاذ او سيد موسى الى الاستاذ جمال الجمل، وهي فكره وجهات النظر. اثيوبيا لا ترى انها ان مصر ستضار من السد وسنوات ملئه وطريقه ملئه بالوضع الحالي، ومصر ترى انها ستتضرر، وبالتالي من هنا تأتي رغبة مصر في أن يكون هناك اتفاق واضح وملزم للأطراف، بحيث ما أرجعش بعد كده أضطر أن أنا أشوف كله في وجهة نظر شايفة الموضوع إزاي. طيب يعني أنا عايز أقول حاجة يعني متعلقة بالدراما شوية. الفهم الشكسبيري بيقول أنه قد لا يكون أنا القاتل ولا أنت القتيل، لكن فتش عن ياجو، يعني مين اللي أساء العلاقات بين مصر وبين دول حوض النيل وعمل هذا الموقف في أثيوبيا. زي ما قلت أثيوبيا تسعى إلى حق، يعني بتتصرف تصرف حق، لكنها بتسعى إليه بأسلوب عدائي، وهذا الأسلوب العدائي بيستخدم فيه الإعلام، بيستخدم فيه تصريحات السياسة، ثم يصنع واقع جديد بتتكلم فيه بدون مسوغات حقيقية عن فكرة الحرب، أو أن المصريين هيعتدوا علينا، أو أن أثيوبيا سترد. وبنرى مسؤولين كبار وليس مجرد صحفيين أو شباب على وسائل التواصل الاجتماعي، رئيس الأركان الأثيوبي يتحدث نستطيع أن نتصدى في تسخين لفكرة الحرب. طيب لماذا لا ننظر إلى القضية مكتملة؟ يعني المواطن الأثيوبي العادي الذي عانى من ضعف الكهرباء ومنتجات الغذاء وما إلى ذلك، ما نحطه مع بعض هو والسوداني والمصري ونقول له والله إحنا لدينا مشكلة هي كذا، كيف نقسم هذا الأمر؟ يعني كيف نسعى إليه؟ أنا ما بقولش إنه السد يتحول إلى كتلة من الخرسانة صامتة يعني لا تخزن الماء ولا تنتج الكهرباء، محدش عاقل يقول هذا الكلام. واحنا كان عندنا تجربة في بناء السد العالي، وكان في قوة إمبريالية أو استعمارية تريد وقفه أو عدم اكتماله، لكن في الآخر مثل هذه المشاريع تتم، لكن المفروض أنها لا تتم، خاصة وإنك من العالم الثالث الفقير الذي يعاني. هل تريد أن يعاني المصري مما يشكو منه الأثيوبي الآن؟ هل تريد أن تقطع المياه عن الفلاحين في مصر وتبور ملايين الأفدنة؟ هل تريد أن تقطع الكهرباء عن المصريين؟ يعني هل تريد أن تصدر الظلم والفقر الموجود في أثيوبيا إلى المصريين؟ ولا أنت بتسعى لحقك ولا تظلم غيرك، تسعى إلى نوع من أنواع العدالة؟ هذا الفهم المشترك اللي بنعتبره أساس العالم الجديد، هذا الفهم المشترك لا ينبغي الذهاب فيه إلى القضية بالطريقة السياسية أو بالشحن الإعلامي والضغط على المواطن الأثيوبي لتحويله إلى آلة حرب، أو المواطن المصري كذلك، وحقن الكراهية في الدماء. كل هذا الكلام يتناقض
مع عالم بننشط فيه التعاون المشترك والتعايش والسلم الاجتماعي وبناء نهضة تتسع لنا جميعا. وبالتالي كيف يمكن النظر لقضية سد النهضة بدون التصورات اللي فيها حصة نصيب الأسد كما تشير أثيوبيا، ولا بين التعالي المصري على دول القارة الأفريقية اللي أسهم فيه الاستعمار القديم وكان بيجيب الأجلاب من أفريقيا ويكره نص السودان في الشعب المصري ويكره العمق الأفريقي فينا، لكن لا، لم تكن مسؤوليتنا كشعوب، كانت مسؤولية حكام يعني مستعمرين يستعبدوننا كما يستعبدون كل أفريقيا. وبالتالي بناء الواقع الأفريقي الجديد اللي فيه وعي بمصالحنا، اللي فيه عدم استنزاف لمواردنا، اللي فيه ذهاب إلى السلم الإفريقي، لابد أن يتحقق في دول عاقلة وذات ميراث حضاري كبير. إثيوبيا إحنا لجأنا إليها كعرب ومسلمين ومصريين في فترات طويلة ندرسها في التاريخ، الهجرة الإسلامية الأولى، حملات التجارية في فترة حتشبسوت، في عمق تاريخي بيعتبر إثيوبيا ملاذ وملجأ لمصر. كنا طوال تاريخنا نعتبر أن النيل ينبع من السماء، من منطقة مقدسة. لماذا تريدون أن تلعنوا هذه المنطقة وتجعلوها منطقة كراهية في قلوب المصريين؟ هذا الكلام خطير ويضر بالمستقبل جدا، ويجب البناء على الأسس الصحيحة. خلينا نروح بيها للدكتور رشيد إبراهيم. دكتور رشيد، واضح أن ضيفايا في أديس أبابا وفي القاهرة يعني تصريحاتهم وكلامهم أفضل بكتير جدا من الشحن الإعلامي المتبادل ومن حتى تصريحات بعض المسؤولين. طب خلينا نبدأ نبني على هذه الروح الجيدة اللي واضح أنها موجودة بين الشعوب. إزاي تستغل قضية سد النهضة في أن هي تكون بداية لتكامل وتعاون بين دول القارة وبعضها، وآليات الاتحاد الإفريقي يتم تفعيلها، وشعوب أفريقيا تستفيد من هذا، من الخير الموجود في إثيوبيا وفي مصر؟ إزاي ممكن أعمل ده بدل ما حولها أو بدل ما تكون بداية لشقاق تكون بداية لتعاون وتآلف؟ نعم، لا شك أن العلاقات الدولية هي علاقات بين الشعوب وعلاقات ثقافات أكثر مما هي علاقات رسمية. فالنيل الذي ينحدر من أثيوبيا يعني لا يحمل ماء فقط يعني، لكن يحمل حضارة ويحمل كثير من نماذج الانصهار الأفريقي. أفتكر أن احنا محتاجين لمبادرات ولأفكار تدفع بالقضية وبالملف إلى الأمام. هنالك نماذج طبقت يعني في مثل هذه الخلافات في القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي اطلع عليها، اتفاقيات خاصة بالأنهار مثل نهر الزمبيزي وكذلك نهر النيجر. هنالك نماذج للدول يمكن أن يهتدي بها الاتحاد الأفريقي في مسعى، كما أن هنالك أزمة في فهم كثير من النصوص، ولذلك كل طرف يحاول أن يفسر هذه النصوص كما حدث في حالة اتفاق الاتحاد الأفريقي وإرجاء الملء فهمته أثيوبيا في أنه فترة أسبوعان، وفهمه السودان ومصر على أنه شرط صحة لاستمرار التفاوض. هذه أيضا تحتاج إلى مرجعية. ما هي مرجعيتنا في حسم الخلاف؟ تحديد المرجعية يوفر كثير. اتفاقيات الدولية حول الأنهار، استخدامات الأنهار غير الملاحية، تتحدث عن الاستخدام المنصف والعادل. المنصف والعادل هذه تحتاج إلى تفاوض، تحتاج إلى رأي في الغالب هو فني أكثر منه من سياسي. إذا ما حكم صوت العقل في هذه القضايا قطعا سيكون هنالك تفاهم، حيكون هنالك وصول إلى منطقة وسطى، لأنه الخشية من تدويل الملف مجلس الأمن قد لا يأتي على هو محاولات كمان لاستغلال الأمور داخليا، لأنه واضح أنه في بعض المحاولات في الحكومتين لاستغلال الموضوع بشكل سياسي داخلي، وده بيعقر الأمور أحيانا. نعم، مع مراعاة الأوضاع الداخلية لكل بلد. يعني عندما تتحدث أثيوبيا عن تراجع، أنا أفهمه في أن هنالك تناقضات في الفيدرالية الإثنية التي تحدث في أفريقيا، وارتباط الملف هذا بالانتخابات المؤجلة
وبالتحالفات بين التجراي والأروما والأمهرة، وبالتالي يصعب اتخاذ مثل هذا القرار على الرأي العام ويكون له تأثيره. كذلك الحالة بالنسبة للسودان، هنالك حكومة انتقالية ربما بمهام وقضايا اقتصادية مختلفة. مصر الآن تعيش النظام السياسي يعيش، وهنالك جبهة في ليبيا ربما تؤثر، وأيضا إدارة ملفين معقدين في وقت واحد هذا أيضا يضر بالعملية. ضرورة استصحاب هذه الأوضاع وتوظيفها للحل وليس للتعنت، وأن تكون هنالك استراتيجية واحدة. يعني ما الذي يمنع مصر وأثيوبيا والسودان؟ هي دول أفريقية، صحيح. يمكن أن يكون هنالك اتفاق على، لأنه نعم الصورة ما نخشاه أن يكون هنالك نعم. الكرام على هذه يعني المناقشة المحترمة جدا، شكرا للدكتور الرشيد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية في مركز العلاقات الدولية، شكرا جزيلا للأستاذ جمال الجمل الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا من أديس أبابا السيد موسى شيخو الباحث السياسي الإثيوبي.